ما هو الحكم في من سلم جيمة له ولم يذبح مثل هذه الرية؟ يسلمون فلوس ولم يدري هل الذي استلم الفلوس نحر أم لا؟ إذا كان قد سلم إلى جمعية مجمع عليها معترف بها وكرم الله ما عمش على الشيء، وإذا كان بنظر رجل متدين يسلم للرجل المتدين يذبح له الأخوات أنهم تسلموا إلى مؤسسة معترف بها وهي مؤسسة الراجحي أو رجل ثقة من الذي يعرفه من العلماء الذي بنظر الناس سيشتروه الكرش ويذبحوه ويقسموه لفقراء مكة. أما تتروجوا بعضهم بيروجوا وتمن دلع وبعدها يرجعوا يقول له ما أجزش لأنك لم تتحرى.